السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع الإخوان والأخوات، حفظكم الله ورعاكم جميعا بدون استثناء. شباب وأخوتي، ردوا بالكم في هذا العالم المتصهين، ردوا بالكم، ما تقعوش في الشرك. هناك الأشياء أنت تشرك بالله وأنت لا تعلم، رد بالك حتى لا تكون مشرك، وبارك الله فيكم وربي يحفظكم. ردوا بالكم يا شباب، هناك الأشياء يجب أن تردوا بالكم وربي يحفظكم. تحياتي للجميع الإخوان والأخوات، بارك الله فيكم. شوف، إذا عرضت كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت نشركتي لا ما تفطم. وبزاف د الحاجات عم عشونا في الرؤوس ديالنا بلا ما نفطنو، مثل بزاف الكلمات، مثل تقول على الدنيا على الأرض مكورة، أنت نشركتي بالله سبحانه وتعالى. ما يقول لك شي واحد لا كذا، هذه العلماء ما عرفش النطاب تحرقت، العلماء اللي هما علماء دوسخ، قال لك الأرض مسطحة وصافي، ما فيهاش النقاش. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مسطحة، صافي مسطحة، ما كاينش النقاش. تينا كتجي تقول لي مكورة، أمريكا قالت مكورة، كل شيء يقول مكورة. الله يا أخي، فيقوا العالم، فيقوا. مثل حكم بما أنزل الله، إلى قلتي هذا ماشي مهم وما عملتيه شي في القلب ديالك بأنه خصو يكون، أنت مشرك. بزاف د الحاجات، ماشي غير حاجة واحدة أخوتي، خصنا نردو ببال ديالنا. كاين الحوايج خصنا في القلب ديالنا يكونوا ضروري هما الوالا، مثل الصلاة. قلت صليت ولا ما صليت شي، فهمتي، ماشي مشكل. هذيك بانه انت نشركتي بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال لك صلي. كاين بزاف د الحاجات، مثل الربا. اذا عملتي بالربا، قلت لا انا دا حقا وغنزول هذا الربا، انت نشركتي بالله سبحانه وتعالى. بزاف د الحاجات، ردوا بالكم يا شباب. هناك الكتب دخلوا وقراوا، الحمد لله باقي نص المجتمع المغربي قاري، الحمد لله دخلوا وشوفوا شنو كاين. مشاو للمكتبات، كاينين مكتبات الحمد لله، دابا كاين في جوجل، تدخل جوجل وغتعرف شنو كاين اخاي ديالي. الا بغيتي تعرف، الشرك انواع، كاين الشرك الخافي، الشرك الكلام، الشرك العقدي، ثلاثة هادو معروفين عند جمهور العلماء، خصكم تردوا بالكم. الانسان ما يوقعش من هاد ثلاثة، ادخل واعمل فتش وكذا، وهادي باش ما توقعش في هاد الشيء. هذا كاينين شي كلمات كيستفزوا اخوتي ملي كتسمعوا مع شي واحد اخر. حنايا مسلمين الحمد لله، حنايا مسلمين، واخا يعملوا لنا اللي عملوا لنا، حنايا مسلمين، حنايا مغاربه مسلمين، شمال افريقيا، امازيغ شمال افريقيا مسلمين، صافي. هناك مثل بسيط، الحكومة وضعت القانون، الطريق السيار 120 كيلومتر في الساعة، إلى مشيتي 140 عندك مخالفة، أوكي؟ شتي إلى فوتي داك القانون هذا، كاينين العلماء اللي شخصوا هذا الشيء، إلى فوتي داك القانون وعملتي قصيدة، كتسمى قتلتي راسك، قتل النفس المتعمد كتسمى. إلا مشيتي في وسط المدينة عاملين لك تمشي ب40 في المدينة، وانت مشيتي ب120 وعملتي كسيدة، قتلتي خاك مسلم، انتينا قتلتي النفس متعمدا. إلا موتي انتينا قتلتي نفسك متعمدا، علاش مشيتي ب120 وانتينا عملوا لك في بلاكات مشي ب40؟ إذن هاد الشيء هذا كتكون انتينا سببتي في هاد الشيء هذا. وردوا بالكم، بارك الله فيكم وربي يحفظكم، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما تنساوش خوتكم في غزة العزة بالدعوة ديالكم، دعوا معهم أخوتي، دعوا معهم ينصروا من الله سبحانه وتعالى على الكفار، جميع الكفار كيضربوا حاليا وأعوانهم كيقتلوا في المسلمين والأطفال والنساء. أخباركم بأنه هاد الشيء هذا عار علينا، عار ما كنتحركوا ما والو، وهاد الشيء هذا غتجي واحد الوقت غيتفرجوا علينا الأمم أخرى، عاود هاد الشيء غيوقع فينا حتى حنايا. هيا مشى هيا خليوه على الله، الله يحفظ ويسلم. ردوا بالكم، بارك الله فيكم، دعوتكم مع إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة وكن لهم عونا يا رب العالمين، اللهم عليك بالصهاينة وأعوانهم أينما كانوا يا رب يا كريم. وهذوك اللي كيستفزوا الناس كتجبر كيخرج كيقول له وحقا هما اللي جفدوهم عليهم، حنا ما عندنا تدخله، وانت ما عندك تدخله، انت اصلا ماشي مسلم، سينا اصلا ماشي مسلم، الا كنتي مسلم ما تقولش هاد الكلمه هاد، ما تقولهاش والله ما تقولها، مادام خرجتي وقلتي فخوتك مسلمين هاد الكلمه انت ماشي مسلم، حاشا ولله تكون مسلم. شوف راسك الاصل ديالك منين، وشوف هي ما نعرف مأصل منين انت، حاشا ولله انت تكون مسلم وغتقول هاد الكلمه هاد. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن لهم عونا يا رب العالمين، اللهم عليك بالصهاينة وأعوانهم أينما كانوا يا رب يا كريم، يا رب احفظنا يا رب، اللهم انصرنا يا رب يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.